صباح الخير. خلينا نكمل في موضوع التراي ستيت بفرز. يعني المرة الماضية تعرفنا على هذه الجيت اللي هي اسمها تراي ستيت بفر، وحكينا بكل بساطة هي عبارة عن بفر that has data input, that has data output, and it passes the input to the output. لكن في لها فيتشر إضافي اللي هو الانيبل input، اللي هو بيمكنني فعليا أشبك الانبوت بالاوتبوت أو أفصل الانبوت عن الاوتبوت. من اسمه هو ايش؟ انيبل او كنترول. وكانه زي ما حكينا المره الماضيه في عندي هون ايش؟ سويتش جوا، يا من خلال الانيبل يا بفتح هذا السويتش او بسكر هذا السويتش. الان لما افتح هذا السويتش فعليا شو اللي بيصير؟ There is no connection وبالتالي I cannot see the input. ليش؟ لانه في مقاومه عاليه، السويتش مفتوح. في مقاومة عالية سميناها هاي امبيدنس او رمزنا لها بالرمز ايش؟ زي. مظبوط؟ المصطلح الهاي امبيدنس راح تتعرف عليه لاحقا بالسيركتس لما تاخذ الاندكتورز والكاباسيتورز وتصير تحكي عن فولتج سورسز ذات ار نوت دي سي، يعني اي سي فولتج سورسز، بصير في مفهوم اعم للمقاومة من ريزيستنس، بصير في اسمها ايش؟ امبيدنس. طيب برضو المرة الماضية طلعنا على التطبيق الرئيسي أو الاستخدام الرئيسي للتراي ستيت بفرز، اللي هو بكل بساطة إنه أنا باستخدام التراي ستيت بفرز I can connect multiple outputs together إذا بضمن إنه واحد من التراي ستيت بفرز هو اللي إيش؟ شغال. وهذا الكلام حكينا مستخدم بكثرة بالكمبيوتر انترفيسنج، لما يكون عندي multiple subsystems وبدي أشبكهم مع بعض من خلال one channel single channel، ما بصير كلهم يحكوا مع بعض بنفس الوقت، لازم ان يكون عندي كنترول احدد مين بحكي مع مين. وهذا الكلام بيتم عن طريق استخدام ايش؟ تراي ستيت بفرز، حتى احدد مين يشبك مين ما يشبك. لكن خلينا نشوف اليوم اكسرسايز بسيط، فكره بسيطه جدا، انه كيف ممكن استخدم هذول التراي ستيت بفرز تو امبلمنت لوجيك فانكشنز بشكل عام. فالاكزامبل اللي بين ايدينا بحكي لي use try state buffers، سواء كانت try state buffers with active low enable أو active high enable. استخدم لي أدنى بدك من هدول to implement an AND gate. فلو واحد طلب منك هذا الحكي حكى لك خذ هالبوكس فيه كم شت try state buffers من اللي بدك إياه، يعني active low enable أو active high enable، and use them to implement an AND gate. ما معك AND gate بس بدك AND gate. Can you implement an AND gate using try state buffers؟ كيف ممكن أبلش أفكر بحل المشكلة؟ طبعا الجواب yes I can implement، أكيد، بس how؟ هلا واحد لما يجي يفكر هاي الAND gate بعرف كيف تشتغل، مظبوط، وبعرف التروث تيبل تبعها اللي شايفينه قدامنا، و two input AND gate هي هيك شكلها، مظبوط، بدخل عليها A و B وبيطلع من هون F وبعرف كيف تشتغل. الآن بدي إياها، بدي أسوي implementation لإلها أو أمثلها باستخدام try statement. فلو أبلش أفكر بطريقة تدريجية، أجي أحكي الآن gate في لها two inputs A و B وفي لها one output اللي هو F. طيب try state buffer شو في عنده؟ برضو عنده two inputs وفي عنده output. فممكن واحد يفكر بطريقة سطحية شوي، يجي يحكي أنا بدي أشتغل one to one. اجي احكي بدي احط الاي هون واحط البي هون واحكي انه الاند اوتبوت هون. ممكن بلش هو عم ببلش يفكر الواحد، فالان يجي يحكي بدي اجرب افحص هاي السيركت اللي انا حطيتها باستخدام التراي ستيت بفر، وهل هي تمثل اند جيت ولا لا. فمثلا لو جينا حكينا ليت اي تساوي واحد، لأن لما الاي تساوي واحد على اكتف هاي بفر معناها البفر از انيبلد، معناها البي رح تمر والاوتبوت يساوي ايش؟ بي. طيب متى على التيبل الاي بتكون تساوي واحد؟ هون. طيب في هذا الجزء من التيبل لما الاي تساوي واحد شو قيمه الفانكشن؟ 0 1، اللي هي فعليا لما البي 0 الفانكشن صفر، ولما البي واحد الفانكشن يساوي واحد، صح ولا لا؟ فاذا زي كانه بهذا الكونفيجريشن اللي حطيته انا قدرت اسوي امبلمنتيشن للاند جيت لما الاي تساوي واحد مبدئيا. طب خلينا نجرب الاي تساوي صفر. الان لما الاي تساوي صفر شو معنى اي تساوي صفر على اكتف هاي انيبل تراي ستيت بفر؟ معناها السويتش مفتوح، معناها كم قيمه الفانكشن؟ ما فيش قيمه،
ما في قيمه، اتس نوت زيرو. فاذا هون الفانكشن راح يكون هاي امبيدنس لما ادخل صفر، وكانه معناها انه هذا الجزء من التيبل اي كانت امبلمنت بالكونفيجريشن اللي حطيته، بس هذا الكونفيجريشن اللي انا حطيته اني شبكت الاي على الانيبل اللي هو الموست سيجنفيكانت فاريبل، وشبكت البي على الداتا انبوت تبع التراي ستيت بفر، مكنني اني انا اسوي امبلمنتيشن لنص من التيبل، مظبوط؟ لجزء من التيبل. طيب لو اجى واحد حكى ماشي، طب الجزء اللي فوق كيف اسوي له امبلمنتيشن؟ عادي، خليني اروح اجيب كمان تراي ستيت بفر بس اكتف لو. ليش بدي اكتف لو؟ عشان يصير انيبلد لما الاي تساوي صفر، واشبك عليه الاي هون واشبك عليه البي هون، واحكي بده يطلع من هون المفروض اند جيت لما الاي تساوي صفر. فالان لما الاي تساوي صفر اطلع على التيبل شو قيمه الفانكشن؟ هي دائما صفر، يعني لازم دائما يمر من خلال هذا التراي ستيت بفر صفر بغض النظر عن قيمه البي. فاذا هون ما راح اشبك صفر، راح اشبك ايش؟ ما راح اشبك بي عفوا، راح اشبك صفر. فالان لما الاي تساوي صفر شو راح يطلع من هون؟ راح يطلع صفر. ولما الاي تساوي واحد على هذا التراي ستيت بفر اللي تحت شو راح يطلع من هون؟ هاي امبيدنس. فهذا التراي ستيت بفر اللي لونه ازرق ات امبلمنتس الابر هاف من التيبل، والتراي ستيت اللي فوق اللي لونه احمر امبلمنتس ذا لور هاف اوف ذا تيبل، بس الفانكشن مش نص التيبل، الفانكشن كل التيبل. يا اما الفانكشن بيجي لما الاي تساوي صفر، او الفانكشن بحسبه لما الاي تساوي واحد. فشو اعمل لو اخذت هذا الاوتبوت مع هذا الاوتبوت وشبكتهم مع بعض وحكيت this is if، is this an AND gate؟ It is an AND gate، صح؟ لأنه لما الـ A تساوي صفر شو راح يطلع هون؟ صفر، مظبوط؟ ولما الـ A تساوي صفر هذا راح يكون disabled ولا زي كأنه موجود، فإذا شو راح يطلع هون؟ من هون الـ output صفر. ولما الـ A تساوي واحد هذا راح يكون شغال وهذا راح يكون off، وشو راح يطلع من هون؟ راح يطلع من هون بي، يعني لما البي تساوي صفر الفانكشن صفر، ولما البي تساوي واحد الفانكشن واحد. فاذا لاحظ استخدمت تو تراي ستيت بفرز، واحد منهم وذ اكتف هاي انيبل، واحد منهم وذ اكتف لو انيبل، وزي كاني قسمت التيبل بالنص باستخدام مين؟ الموست سيجنفيكانت فاريبل اللي هو ايه، وصرت استخدم الاي ككنترول على التراي ستيت بفرز، والانبوت الداتا انبوت تبعت التراي ستيت بفرز حددتها بناء على قيمة الفانكشن هون وعلاقتها بمين؟ بالفاريبل الآخر هون وعلاقتها بالفاريبل الآخر، بعدين شبكت الأوتبوتس تبعون التو تراي ستيت بفرز معيش مع بعض as simple as that. فخلينا نشوفها بشكل مرتب. جيت حكيت بدي استخدم تراي ستيت بفرز وانفرترز، او استخدم تراي ستيت بفرز with active low and active high enable، فراح اروح اجيب زي كأني اوزع الشغل، اقسم التيبل بالنص، وكل نص من هاي التيبل اسوي له امبلمنتيشن باستخدام تراي ستيت بفر. فلما الاي تساوي 0 الفانكشن شو قيمته؟ حكينا صفر. لما الاي تساوي 1 الفانكشن قيمته تساوي البي. والان راح اجيب الاي والاف واجي احكي جيب تراي ستيت بفر وذ اكتف لو انيبل، او حط ايش؟ انفرتر، نفس المبدا، حط الداتا انبوت تبعه 0 اللي هو الشيء اللي سويناه قبل شوي، وجيب كمان تراي ستيت بفر ودخل عليه مين؟ الاي مباشره وذ اكتف هاي، والداتا انبوت تبعه مين؟ بي، بعدين كونكت ذيم توجذر. فلو تسوي لها اناليسيس في البيت هذه، تجرب تدخل الاي والبي عليها، راح تلاقي دائما الفانكشن قيمه راح تتطابق مع التروث تيبل which is an AND gate. فزي كانه هذا التراي ستيت بفر it implemented half of the table when the a is zero. This try state buffer implemented the other half of the table when a is 1. بس الفانكشن هو مش هاي لحالها ولا هاي لحالها، هو عبارة عن اليونيون تبعها. شو يعني اليونيون؟ الاتحاد اللي ادمجهم مع بعض. يعني شو يعني يونيون باللوجيك؟ اور. اليونيون هو ايش؟ هو الاور. ففعليا الكونكشن هذا اللي حاطه هون وكأنه يكافئ ايش؟ اور، وبسموها وايرد اور. يعني هذا السلك الكونكشن اللي هون تشتغل شغل الاور، بس هي مش اور جيت، هي بتشتغل وكانها اور جيت، لانه عم بضمن انه واحد من البرانشز اللي هذا البرانش او هذا البرانش هو اللي شغال.
this or this بس not that one. مظبوط؟ مش الاثنين بعض، مستحيل يكونوا الاثنين مع بعض لانه بصير في عندي مشكله، تعرف ولا؟ ف this is the basic idea. وهذا الشغله هاي اني انا اقسم التيبل لاقسام واي امبلمنت ايتش بارت بشكل منفصل راح نستخدمها كثير لقدام بشابتر 5. بس هذه هي الفكره، كيف اقسم التيبل لاقسام مميزه ومختلفه. عاده راح استخدم الموست سيجنيفيكانت فاريبل او فاريبلز. ليه؟ لانه لاحظ لما امشي في هذا السكشن من التيبل بلاقي مين اللي ثابت ايه، مين اللي ثابت بي. هلا ما في شيء يمنع اني استخدم بي تو ديفايد ذا تيبل انتو سكشنز، بس فباجي بحكي مثلا هون البي تساوي صفر هون البي تساوي صفر، بس بصير الاسطر ايش؟ ابعاد عن بعض، بصير هذا السطر مع هذا السطر اذا بدي اقسم التيبل بناء على بي. عادة الموست سيجنيفيكانت فاريبلز هم الافضل استخدمهم حتى اقسم التيبل لاقسام واميز هاي الاقسام باستخدام الفاليو تبعت الموست سيجنيفيكانت فاليو. But this is how to implement الان باستخدام تراي ستيت بلس. طبعا بامكاني كان اشيل هذا الانفرتر واخلي هذا هون ايش؟ اكتف لو زي ما سويت انا بالحل. This is the basic idea. جرب في البيت انك تسوي الاور جيت، تسوي الناند جيت، بنعرف كيف شكلهم، تسوي النور جيت، تسوي الاكس اور، تسوي الاكس نور جيت. اكسرسايز لك تو انبوت اكس اور، تو انبوت اكس نور، ناند، جرب تسويهم بنفس الطريقه. فلا هذا هيك بس الفكره من هذا الموضوع، انه نحرك مخنا شوي. يعني التراي ستيت بافرز لم توجد لهذا الغرض، لكن اي كان يوز ذم زي ما حكيت في البدايه. تخيل انت بحاجه لاند جيت وما معك، بس معك بوكس فيه تراي ستيت بافرز، كان يوز ذم تو امبلمنت الاند جيت؟ يس، ذس كمز ات ريسك، بيساعدك هذا الموضوع. خلينا نشوف كمان اكزامبل بالعكس، معطيني لوجيك دايجرام لفانكشن معين، فانكشن اوف اي بي سي، وبحكي لي فايند ذا لوجيك اكسبريشن اوف ذيس فانكشن. لان لو اطلع على اللوجيك دايجرام تبع هذا الفانكشن بلاقي انه مبني فقط باستخدام تراي ستيت بافرز وانفرترز. فكيف الاقي اللوجيك اكسبريشن لهذا الفانكشن اللي هو هذا؟ هذا هو الجواب فعليا، هذا هو الجواب. كيف الاقي؟ شو الستريت فورورد ابروتش؟ A و B و C 3 variables، أجيب 8 قيم وأدخلهم على السيركت وأحسب قيمة الفانكشن مين؟ F، as simple as that. لكن هذا الطريقة البديهية خلينا نقول، بس الطريقة الأطول. مظبوط؟ هل في طريقة أخرى؟ إذا أنا بعرف كيف التراي ستيت بفر بيشتغل، هل ممكن أحلل السيركت بحيث إني أجيب اللوجيك إكسبريشن بدون ما أطلع التروث تيبل؟ زي ما بدك، بس في النهايه يو نيد تو ايفالويت 8 بوسيبل كومبينيشنز، ما بصير افرضهم وانز دائما. انا عندي 8 احتمالات للاي والبي والسي، صح؟ فبدي اعوضهم كلهم، ما بديش اطلع تروث تيبل. شو اعمل؟ بعرف كيف التراي ستيت بفر بيشتغل، فخليني اطلع عليهم واحد واحد. لو اطلعنا على هذا التراي ستيت بفر، اول واحد من فوق، وحكينا What is the output of this tri-state buffer if it is enabled? شو يعني هذا البابل اللي هون؟ يعني inversion. يعني شو بيطلع من هون؟ بيطلع بي بار. مزبوط؟ متى؟ لما يكون البفر enabled. طب شو الكنترول تبع هذا البفر؟ مين ال enable تبعه؟ بي. فإذا لما البي تساوي واحد راح يطلع معاي بي بار من هذا tri-state buffer. طب كيف كنت أعبر في المين تيرمز انه الفاريبل يساوي واحد؟ احطه زي ما هو. مظبوط؟ فاذا زي كاني عم بكتب كونديشن هون انه انا هون راح اشوف بي اند بي بار، صح؟ ليه؟ تخيل البي تساوي واحد، شو راح تشوف؟ بي بار. طبعا بي بار واحد كومبلمنت زيرو، راح تشوف زيرو. فزي كاني عم بكتب كونديشن يعبر عن عمل البفر انه الاوتبوت اوف ذيس بفر هو بي اند بي بار تو انديكيت انه اي ويل جيت بي بار if b is 1. كيف اعبر انه b تساوي 1؟ حطيت b. طيب بنفس المبدا شو الاوتبوت هون؟ راح يمر من عندي هون c، بس بشرط انه ال b شو تساوي؟ ال b تساوي 0. كيف اعبر عن هذا الكلام ككونديشن؟ b بار، b بار c، b بار and c. اذا زي كان عم بحكي this buffer will pass c if b is 0. كيف اعبر عن b is 0؟ b بار. نفس الشيء البفر اللي هون هو عبارة عن C ب
بشرط انه البي تساوي واحد. هذا هو عبارة عن بي بشرط انه البي صفر، يعني بي بار. فصرت عارف كيف اطلع على الاوتبوت تبع التراي ستيت بفر. فالان باجي بحكي بي ان بي بار زيرو، بي بار ان بي زيرو مفروغ منها. فاذا زي كانه هذا التراي ستيت بفر دائما راح يطلع زيرو اذا البي بار اذا البي تساوي زيرو فعليا، اللي هو اللي تحت. طيب هاي النقطة شو هي حكينا؟ وزي كانها اور، يا بتعطيني اللي فوق يا بتعطيني اللي تحت حسب مين اللي شغال. لاحظ لانه الكنترول تبع الاثنين هدول هو معكوس، والكنترول تبع الاثنين هدول هو برضه ايش؟ معكوس، مستحيل يكون الاثنين شغالين. فاذا هون شو راح اشوف انا على هاي النقطة؟ هون راح اشوف بي بار سي اور زيرو، بي بار سي مضبوط. وهون شو راح اشوف؟ بي سي اور زيرو اللي هي ايش؟ بي سي. بعدين بروح على البفر اللي هون، هذا شو راح اشوف؟ راح اشوف بي بار سي مضبوط. متى؟ لما الاي تساوي واحد. هون راح اشوف بي سي لما الاي تساوي صفر، يعني اي بار. طيب وبعدين هون شو راح اشوف؟ اي بي بار سي اور اي بار بي سي. صعبه؟ فيري سمبل، يعني بس انا فاهم كيف البفر بيشتغل وفاهم كيف اكتب كونديشن يعبر عن الاوبريشن تبعت البفر، انه انا راح اشوف بي بار لما البي تساوي واحد. لاحظ هون ما في انفيرجن، لما البي تساوي واحد يعني هاي الببل على المدخل، هذا حكينا انفيرجن مضبوط. دائما الدويره الصغيره على المدخل او المخرج معناها في كومبلمنت، تمام. فهذه هي الفكره بكل بساطه. هذا مين؟ هذا من تيرم، هيك بس للتذكير، من تيرم 5، هذا من تيرم 3. فهذا الفانكشن مثلا بقدر اكتب انه هو سم اوف من تيرمز 3 و5. Alright، هذه هي الفكره بكل بساطه. طيب نشوف كمان اكزامبل حتى ناكد الموضوع. نفس الشيء، هذا الفانكشن فانكشن اوف اكس واي زي بده التروث تيبل. بقدر اعوض 8 احتمالات، يمكن السيركت ابسط شوي هون. ممكن واحد يحكي انا بدي اعوض 8 احتمالات للاكس والواي والزي واجيب قيم الفانكشن، لكن ما في داعي، بقدر اني اسوي نفس التكنيك. انا ايش راح اشوف هون؟ راح اشوف 1 اند متى ايش؟ شو اللي بيشغل هذا التراي ستيت بفر؟ شو الكونديشن؟ بيشغل اكس بار مضبوط؟ هون شو راح اشوف؟ راح اشوف واي اكس اور زد، هذه اكس اور مضبوط؟ هذا هون داخل واي اكس اور زد. متى؟ لما الاكس تساوي واحد. فاذا وهون في ايش؟ اور. فاذا الفانكشن راح يكون اكس بار اور اكس واي اكسكلوسيف اور مع زد. مضبوط؟ بعد هون مطلوب، ما حدد لي شو الشكل النهائي للفانكشن المطلوب، هو بده تروث تيبل اصلا. مضبوط؟ هو بده تروث تيبل. فكيف اعبي التروث تيبل بسرعه؟ طبعا اللوجيك فانكشن هيو، بس بده اياه على شكل تروث تيبل. هذا شو نوعه؟ لو بدي اصنفه هذا الاكسبريشن كشكل لوجيك اكسبريشن بهذا الشكل بقدرش احكم، لانه في اكس اور which is complex operation، فبقدر افكها. بس ممكن اجي احكي اكس بار اور اكس الواي زي، شو هي؟ واي زي بار اور واي بار زي، هيك الاكس اور. بعدين بفكها اكس بار اور اكس واي زي بار اور اكس واي بار زي. بقدر اعبي التيبل من هذا الاكسبريشن بسرعه؟ بقدر، بس ممكن لو رحت كتبت رسمت الماب اكس واي زي، بصير ولا ما بصير؟ عبي الماب، اكس بار وينها؟ واحد 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 واحد، صح؟ هذا سم اوف برودكت. هذا مين؟ هذا من تيرم 6 مضبوط؟ اللي هو هذا، وهذا من تيرم 5 0 0. فاذا هي 1 1 1 1 0 و سوري 0 1 1 0. بدك تكون فليكسبل، سريع، انت لاقي الطريقه اللي بدك اياها، الا اذا حددت لك يوز الجبرا تو فايند ذا كذا، يوز اكتب لي الفانكشن على شكل كذا. فبدك تلتزم باللي مطلوب منك. اذا تركت لك الخيارات مفتوحه
يوز وات ايفر يو فيل كومفورتبل وذ. يمكن في ناس سريعين بالتعويض فبيروح بياخذ السيركت وبعوض الاكس والواي والزي كمان احتمال وبيطلع ترو ستيت مثلا اذا كان المطلوب ترو ستيت. اخر اكزامبل على هذا الموضوع، وزي ما حكيت التراي ستيت بفرز لم توجد لهذا الغرض، لكن احنا بنحاول نحرك مخنا، بنحاول نشوف كيف ممكن نفكر كيف نحل مشكله معينه. اخر اكزامبل اللي هو يوز تراي ستيت بفرز اند وات ايفر تايب اوف جيتس تو امبلمنت ذا فولوينج فانكشن اللي هو معطى بهاي التيبل، ومعطيني اربعه تراي ستيت بفرز، فهو مجبرني اني استخدم تراي ستيت بفرز، بس بحكي لي استخدم شو ما بدك جيتس ده. اور جيت اند جيت نوت جيت اذا بتحتاج استخدم. طيب شو اعمل؟ بدي اطلع ارسم اللوجيك دايجرام بعد الفانكشن باستخدام تراي ستيت بفرز، وحكى لي معك اربعه ولازم تستخدم الاربعه، فزي كانه بدي اوزع التيبل الكبيره الشغل الفانكشن المعرف بالتيبل الكبيره على سب فانكشنز باني اقسم التيبل على اربع اقسام. فمثلا لو جيت حكيت خد هذا القسم وهذا القسم وهذا القسم، الان مين الفاريبلز اللي ممكن استخدمها حتى اقسم التيبل لاربع اقسام؟ اكس وواي. ليش؟ لانه لاحظ هون هذا السكشن فيه ثابت مين؟ اكس وواي. وهذا السكشن مين اللي ثابت فيه؟ اكس وواي اكس وواي اكس وواي. وهذا اللي راح اسويه دائما لما بدي اقسم التيبل لسكشنز بستخدم مين؟ الموست سيجنفيكانت فاريبل. بعدين باجي بحكي هذا الفانكشن بدلاله زي ما سوينا قبل شوي بدلاله زي، من هو؟ زي بار في هذا السكشن. الفانكشن بدلاله زي في هذا السكشن هو دائما قيمته ايش؟ صفر. الفانكشن بدلاله زي في هذا السكشن قيمته كم؟ 1. والفانكشن بهذا السكشن قيمته هي نفسها زد. فالان راح اسوي نفس اللي سويته مع الاند جيت، اجي احكي هذا التراي ستيت بفر بدي اياه يمثل الجزء الاول من التيبل، فلما يكون هذا التراي ستيت بفر انيبل شو لازم يطلع؟ زد بار. فراح اروح ادخل هون زد، فراح يطلع من هون ايش؟ زد بار، صح؟ طيب متى لازم يطلع زد بار؟ متى هذا التراي ستيت بفر لازم يكون انيبل؟ لما الاكس تساوي صفر والواي تساوي صفر، كيف اعبر عنها ككونديشن؟ اكس واي اكس بار اند واي بار. شوف اذا كان حطيت الكونديشن اللي بشغل هذا التراي ستيت بفر، يعني الكونديشن اللي بيحكي لي اني انا في هذا الجزء من التيبل، شو الكونديشن؟ اكس تساوي صفر، واي تساوي صفر. كيف اعبر عنها كفاريبلز؟ كاند اكس بار اند واي بار، من تيرمز زي المن تيرمز، مظبوط؟ طيب هذا التراي ستيت بفر بدي اياه يسوي امبلمنتيشن للجزء الثاني من التيبل اللي الفانكشن فيها قيمته دائما ايش؟ صفر. فاذا لازم ادخل هون صفر عشان لما يكون هذا التراي ستيت بفر انيبلد يطلع عندي من الجهه الثانيه صفر. طيب شو الكونديشن اللي بيعطيني او بيشغل اللي لازم يشغل لي هذا التراي ستيت بفر؟ شو الكونديشن اللي بيحكي لي اني انا موجود في هذا الجزء من التيبل لما اكس تساوي صفر والواي تساوي واحد؟ فاذا راح اروح اجيب كمان اند جيت واحط هون اكس بار واحط هون واي. فشو راح يطلع من هون عندي؟ زيرو. التراي ستيت بفر الثالث راح احكي انه it implements the third section of the table. لما الواي تساوي صفر والاكس تساوي واحد لازم يطلع معي هون 1، راح ادخل هون 1 عشان يطلع عندي من هون 1 لما الاكس تساوي واحد والواي تساوي صفر. والجزء الاخير شو راح يكون؟ التراي ستيت بفر الاخير زد، يطلع معي من هون زد لما when x is 1 y is 1. بعدين باجي بحكي الفانكشن اما هات واما هات واما هات واما هات and this is my f. طبعا هون انا اكيد بامكاني لو استخدمت simplification ورسمت وكتبت الفانكشن على شكل sum of product او product of sum اكيد راح احتاج عدد اقل من الكيس، بس هذا الهدف من هذا المثال هو exercise نشغل مخنا كيف ممكن اجبرني استخدم هذول الاربعه تراي ستيت بفرز حتى تمثل الفانكشن. فذيس از وات اي ديد، وزعت التيبل على التراي ستيت بفرز باني قسمت التيبل لاقسام
وكل تراي ستيت بفر صار مسؤول عن قسم بحيث يطلع قيمه للفانكشن بدلاله الليست سيجنيفيكانت فاريبل اللي ما استخدمته لتقسيم التيبل لما هذا الكونديشن يتحقق. لما الكونديشنز هذه تتحقق. وكيف كتبت الكونديشن على شكل مين تيرم فعليا اللي هو اند تيرم، وصرت اسوي كومبلمنت للفاريبل لما يكون زيرو، واسوي له ما اسوي له كومبلمنت لما يكون واحد. Alright. فهذا اكزامبل مهم يعني بحرك المخ شوي. كالعاده هذا مثال من الواقع العملي. هاي الاي سي اللي هي 74LS244، هي اي سي فيها 8 تراي ستيت بافرز. اذا بتطلع عليهم هيهم 1 2 3 4 5 6 7 8، وكل واحد من هذول التراي ستيت بافر في له داتا انبوت، في له داتا اوتبوت، في له اي وفي له واي. الاي هي الانبوت والواي هو الاوتبوت. طب وين الانيبل تبعه؟ هاي الانيبل تبعه جاي من وين؟ من هذا البن. طيب هذا التراي ستيت بافر، هاي الانبوت تبعه وهاي الاوتبوت تبعه، طب وين الانيبل تبعه؟ هو نفسه الانيبل تبع مين؟ البفر الاولاني. نفس الشيء هدول موجود الثالث والرابع مشبوكين على نفس الانيبل، وكانهم هدول مجموعه واحده مشتركين بايش؟ ب1 انيبل اللي هي مكتوب عليها 1 جي بار اللي هي الانيبل تبعهم. هيك مصمم الاي سي. هلا المنطق كل واحده منهم لها ايش؟ الانيبل تبعها، بس لو بدي احط لكل واحده منهم الانيبل تبعها راح يصير بدي كمان 3 بنز. مزبوط؟ بدي انيبل لهاي ولهاي ولهاي. فهدول محطوطين كجروب واحده، they are sharing الانيبل. نفس الشيء هدول اربعه محطوطين كجروب اللي هو جروب رقم 2 و they share the same enable اللي هي مين؟ الجي اللي هون. فال2 جي معناها this is the enable for group 2، جي 1 معناها 1 جي معناها ايش؟ enable for group 1. هذا نوتيشن حلو اللي نتعود عليه. فهي مهمه. طيب لو جينا سالنا هذول التراي ستيت بافرز هم سواء في المجموعه الاولى او الثانيه، هل هم اكتف لو انيبل ولا اكتف هاي؟ لاحظ الانيبل تبع هاي هيو بيجي من هون، بعدين بدخل على ايش؟ انفرتر، بعدين بدخل على بفر عادي حتى يقوي السيجنال بعدين بروح. فاذا هم ايش هذول؟ اكتف لو انيبل، يعني الانيبل تبعهم هو ايش؟ اكتف لو. عشان هيك هو اصلا هون اذا بتطلع كاتب لي 1 جي بار. شو يعني 1 جي بار؟ جي بار شو يعني بار؟ يعني this is active low input، يعني لازم تدخل صفر انت كيوزر عشان تسوي enable للتراي ستيت بفر. وهذا النوتيشن برضه مستخدم في الانتجريتد سيركت في الداتا شيتس. لما تشوف بن مكتوب عليه جي بار او اي بار او وات ايفر اي بار، معناها هذا الانبوت از اكتف لو، يعني it has effect it has it affects the operation of the system if it is zero. تمام؟ بينما هدول الانبوتس اكتف ايش؟ هاي بدخل zero بتعامل معاه zero، بدخل one بتعامل معاه one. But this is very important. فهذا فيما يتعلق بالتراي ستيت. خلينا نروح على المجموعه الثانيه من الاذر تايبس اوف جيتس اللي هم اليونيفرسال جيتس، بين قوسين اللي هم الناند وايش؟ والنور جيت. ناند والنور جيتس. وهم اوريدي احنا طلعنا عليهم بشابتر 2، يعني بنعرف شو يعني ناند جيت وبنعرف شو يعني نور جيت. خلينا نطلع اليوم على تفصيلات اكثر على البروبرتيز تبعت هذول الجيتس، وليش اسمهم يونيفرسال جيتس، وكيف ممكن استخدمهم كيونيفرسال جيتس. فنتذكر مع بعض التو انبوت ناند جيتس هي معطاه بهذا الجرافيكال سيمبل، وهي عبارة عن X and Y not، يعني هي زي كأنها and followed by not، وبالتالي زي كأنها الكومبلمنت تبع الـ and، وبالتالي الـ truth table تبعها هو الكومبلمنت تبع الـ truth table تبع الـ and. لأن ما في شيء يمنع يكون في عندي 3 input NAND gate 4 input NAND gate قد ما بدك، لأني دائما هذه بقدر أجيبها أنها عبارة عن 3 input and followed by inverter، 4 input and followed by inverter. So I can define a NAND, the NAND gate of any size من ناحية fan in، من ناحية عدد الانبوتس.
وبترتب على هذا الكلام انه التروث تيبل تبع الناند جيت اوف ان انبوتس از ذا كومبلمنت اوف ذا تروث تيبل اوف اند جيت اوف ان انبوتس. نفس الكلام على النور جيت، تذكروا النور جيت هي عباره عن اور كومبلمنتد، الجرافيكال سيمبل هو هذا، التروث تيبل تبعتها راح تكون الكومبلمنت تبعت التروث تيبل اوف ذا اور جيت. واي كان ديفاين النور جيت اوف اني انبوت of any number of inputs لأنها هي عبارة عن OR gate followed by NOT، وبالتالي الـ truth table تبعت الـ NOR هي الـ complement تبعت الـ truth table تبعت الـ OR of any number of inputs. هذا أوريدي الكلام اللي نعرفه. خلينا نطلع على الـ properties تبعت الـ NAND gate تبعت الـ NOR gate، الـ identities أو الـ properties اللي هم شو راح يكونوا؟ عكس البروبرتيز تبعت الاند، عكس البروبرتيز تبعت الاور. فمثلا اكس ناند 0 تساوي 1، ليش؟ لانه اكس اند 0 0 فالكومبلمنت تبعها 1. اكس اند 1 لا تساوي اكس تساوي اكس بار، ليش؟ لانه اكس اند 1 اكس كومبلمنت اكس بار. اكس ناند اكس هي اكس بار وليس اكس. اكس ناند اكس بار كانت تساوي صفر بالاند، الان صارت تساوي واحد. ف very simple، كل شيء انعكس في البروبرتيز. طيب شو بالنسبه للكوميوتيشن والاسوشيشن؟ هل الناند اوبريتر از كوميوتيتف؟ هل هو تبديلي الناند اوبريتر؟ فواضح عندي هون انه اكس ناند واي هي نفسها واي ناند اكس، ما بتفرق لانه هي عباره عن اند فولود باي نوت. فلو حطيت الاكس هون والواي هون او حطيت الواي هون والاكس هون تفرق؟ هذا مفهوم التبديل، تمام؟ لكن هل الناند اوبريتر اسوشيتيف؟ هل هو تجميعي؟ فعليا اذا بحبش فيها شوي بلاقي انه ناندينج 3 فاريبلز او اكثر بقدرش اسويه انه اخذ اثنين مع بعض واسوي ناند، بعدين اخذ الجواب واسوي ناند مع الثالث، اخذ هذول الاثنين اسوي ناند واسوي ناند مع الثالث. حاطط لي هون ايش؟ لا يساوي. جربها في البيت، جيب التروث تيبل تبعت الثري انبوت ناند اللي هي موجوده على سلايد اللي قبل هذا، وبعدين جرب عبيها، حط كولوم جنبها جنب القيم تبعت اف، حط كولوم ثاني وجرب احسب هذا بالطريقه هاي، او جرب احسب بهاي الطريقه، راح تلاقي انه ما راح تحصل على نفس القيم، which implies انه الناند اوبريتور از نوت اسوشيتيف، از نوت مش تجميعي. هذا الكلام شو معناه؟ لو بدي اسوي 3 input NAND gate ما بقدر اجي احكي انه هذه ال 3 input NAND gate هي تساوي او تكافئ 2 input NAND مع 2 input NAND. هذا غلط. هذا الكلام شو معناه؟ انه انا عندي هون x y و z، اخذت x و y سويت بينهم NAND، وبعدين الجواب تبعهم سويته مع مين؟ مع z، سويت له NAND مع z. هذا الكلام غلط. ليش؟ you can prove it by induction. حط التروث تيبل تبعت هدول انك تجيبها من الكومبلمنت تبعت التروث تيبل تبعت الاند، وجرب جيب التروث تيبل لهات. They will not be the same. Which implies you cannot do this. طب كيف اجيب 3 input NAND؟ كيف اجيب 3 input NAND؟ كيف ابنيها؟ بكل بساطة اجيب AND gate 2 input، بعدين اجيب NAND او AND followed by invert. في الـ complement بده يكون في الآخر. You cannot complement along the way لأنه it's not associative. شو يعني you cannot complement along the way؟ بتقدر تسوي NAND هدول، يعني هدول الناند هدول، تمام؟ ف this is very important. لو بدي أسوي 4 input NAND ممكن أجيب 3 input AND، بعدين أحط NAND 2 input. بصير ولا ما بصير؟ بصير، صح؟ بصير. هذه نقطة مهمة. لما بدي ابني ناند جيت من اند جيت وانفرترز with more than two inputs بدي انتبه انه I cannot do this. ما اقدرش اسوي ناندينج between two variables واضلني اكمل زي ما كنت اسوي في حاله الاند ولا. Alright. نفس الكلام ينطبق على النور properties. النور عكس الاور، فبالتالي اكس اور اكس نور 0 x nor عفوا هون 1 تساوي 0 لانه x or 1 1 complement 0. x nor 0 x bar،
اكس نور اكس اكس بار. اكس نور اكس بار زيرو، لانه اكس اور اكس بار تساوي 1. طيب شو بالنسبه للكوميتيتيف والاسوشيتيف لوز؟ النور جيت از كوميتيتيف، لكن النور زيها زي الناد، ات از نوت اسوشيتيف. يعني انت ما بتقدر تيجي تحكي 3 انبوت نور، هي بقدر ابنيها باني اجيب نور جيت بعدين اسوي نور جيت. This is wrong. You cannot take the NOR of the first two and then NOR them with the other one or the third variable. طب كيف أعمل هاي؟ نفس المبدأ، جيب OR gate بعدين جيب NOR gate أو OR gate followed by inverter. So this is how to realize more than one, more than two input NOR gate or NAND gate. طب ليه عم ندرسهم هدول الناند جيت والنور جيت؟ هدول الناند جيت والنور جيت زي ما بلشت، زي ما حكينا في بدايه الموضوع اليوم، هم بيسموهم يونيفرسال جيت. شو يعني يونيفرسال؟ شامل، عام، مظبوط، كوني هي لغويا، بس يونيفرسال انه وين ما تحطه بيزبط، مظبوط، يونيفرسال. طيب وين اليونيفرساليتي في الموضوع في الناند والنور؟ انه هدول الناند والنور can be used to implement الاند والاور والنوت. يعني بقدر اجيب الناند جيت واشبكها بطريقه معينه بحيث تصير نوت، او اجيب ناند جيت واشبكها بطريقه معينه بحيث تصير اند او تصير اور، والعكس صحيح. بقدر اجيب نور جيت واستخدمها كنوت، بقدر اجيب نور جيت واستخدمها كاند، بقدر اجيب نور جيت واستخدمها كاور جيت. شو معنى هذا الكلام؟ انه انا لما بدي اجي امثل لوجيك فانكشن، بدال ما امثله على شكل اند واور ونوت، يعني استخدم ثلاث انواع من الجيتس، ممكن استخدم نوع واحد اذا بقدر امثل الاند والاور والنوت على شكل ناند اونلي او على شكل نور اونلي جيتس. فخلينا نشوف كيف ممكن استخدم الناند جيت بحيث انها تصير تشتغل كانفرتر او نوت جيت. احنا بنعرف النوت جيت هي زي هيك، لها 1 انبوت بيدخل اكس هون بيطلع هون ايش؟ اكس بار. فالان زي كان واحد بحكي لي كان يو يوز الناند جيت حتى تشتغل كانفرتر، يعني ادخل عليها اكس وتطلع لي من الجهه الثانيه اكس بار. شو اعمل؟ باجي بحكي اشبك الاكس هون، اكس اند سمثينج، x and something بده يعطيني x bar شو بده يكون؟ 1، مظبوط؟ بناء على البروبرتي اللي كانت قبل شوي موجوده معنا. او ممكن واحد يجي يحكي لا يا عمي انا بدي اسوي زي هيك، بدي احصل على x bar، لو دخلت هون x ودخلت هون x، x and x x complement x bar. فاذا انا بقدر اجيب الانفرتر اوبريشن من الناند جيت باني اشبك التو انبوتس مع بعض، او اني اشبك الفاريبل اللي بدي اسوي لها كومبلمنت مع 1 انبوت، والان اذر انبوت اشبكه مع ايش؟ مع 1. تمام؟ طيب شو بالنسبه للاند؟ هاو كان اي بيلد اور ريلايز ان اند جيت باستخدام الناند جيت؟ سهله. ما هي الناند شو هي؟ هي اند فولود باي انفرجن. طب سوي انفرجن للاوتبوت تبع الاند تبع الناند بتصير اند. فاذا لو اخذت الناند جيت اللي هي بتعطيني A and B bar، سوي لها complement bar bar، شو بتصير؟ A and B، مظبوط؟ simple. بس هون رح احتاج two gates، يعني حتى امثل ال AND بدي two NAND gates. رح تحكي لي هذا بزيد الكوست، مظبوط مبدئيا، لكن كمان شوي رح نشوف كيف اذا بستخدم النوع المناسب من الناند والنور مع الشكل المناسب للفانكشن ممكن الكوست ما يتغير، لكن بستفيد اني استخدم نوع واحد من الجيتس. طيب خلينا نشوف الاور. يعني انا بدي استخدم اجي الاور جيت، بدي اي اور بي، اذا بدخل اي وبي بدي اي اور بي. طب كيف الناند ممكن استخدمها حتى اجيب اي اور بي اذا بدخل عليها اي اور بي؟ هلا كيف ممكن اجيب هذا الحكي؟ اذا بعرف انه الاوتبوت فعليا تبع الناند هو A and B bar، صح؟ هذا الاكتوال اوتبوت، بس انا بدي اجيب A or B، باجي بحكي بالدي مورجان هذا ايش هو؟ A bar or
بي بار. بس انا ايش بدي؟ اي اور بي. فباجي بحكي لو حطيت هون انفرتر، حطيت هون انفرتر، فشو صار داخل هون؟ بار 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 بار، شو بتصير؟ اي اور بي. فاذا شو معنى هذا الكلام؟ اذا بجيب ناند جيت وبسوي انفرجن للانبوتس تبعونها بتصير تشتغل كايش؟ كاور جيت، بتصير تشتغل كاور جيت. فاذا الفكره بسيطه، جيب الناند وحط هون انفرتر، وهذا الانفرترز اللي على الانبوت بعرف كيف اجيبه، كيف شكله بالناند جيت؟ زي هيك. فاذا الاور جيت رح يكون شكلها زي هيك، 3 ناند جيتس حتى اسوي شيء اسمه انفرتد ناند. هذه انفرتد ناند، يعني ناند with انفرتد انبوتس، ناند with انفرتد انبوتس بدي 3. فهذا فلاحظ كيف الناند جيت بقدر استخدمها كنت، بقدر استخدمها كاند، بقدر استخدمها كاور، لكن اكيد مش باستخدام ناند وحده، صح؟ النت بده 1 ناند جيت، الاند بدها 2، والاور بدها 3 ناند جيت. نفس الكونسبت بقدر اسويه بالنت، بالنت بالنور عفوا، بالنور حتى اجيب النت كيف اسويها؟ نفس الشيء، اشبك التو انبوتس مع بعض، تصير عندك A or A complement اللي هي ايش؟ A bar. او جيب النور ودخل ال A هون، شو دخل على الطرف الثاني؟ زيرو. A or zero complement اللي هي بتطلع ايش؟ A bar. فيا بسوي هذا الخيار يا بسوي هذا الخيار حتى امثل النور باستخدام النور. طيب الاور نفس المبدا، ما هي الاور ايش؟ النور شو هي؟ هي اور فولد باي نوت. فاذا بدي الغي النوت تصير اور، احط كمان نوت، اذا بدي تو نور جيتس، واحده منهم نور تحسب لي اي اور بي بار، بعدين النوت شو راح يسوي؟ بار بار، شو هي بتصير؟ اي اور بي. طيب الان شو راح تكون؟ باي دواليتي شو راح يكون؟ راح تكون نور جيت وذ انفرتد انبوتس، راح تكون نور جيت وذ انفرتد انبوتس، لانه انا في عندي نور اذا بدخل اي وبي راح يطلع معي اي اور بي بار اللي هي تساوي اي بار اند بي بار، مزبوط؟ فلو بدي اعكس، انا ما بدي اي بار اند بي بار، بدي اي اند بي، فلو حطيت هون نوت وهون نوت هون نوت وهون نوت تصير نوت نوت، شو بتصير؟ اي اند بي، مضبوط؟ فهي انفرتد. وهدول الانفرترز شو هم؟ هم نور، مضبوط؟ بقدر امثلهم على شكل نور بهذه الطريقه. فالاند جيت هي 3 نور جيتس او هي انفرتد نور. انفرتد. خلينا نشوف امثله قبل ما نطلع اليوم. لو عندي هذا الفانكشن، شو شكله هذا الفانكشن؟ It is sum of product، صح؟ sum of product two level circuit. لو بدي اسوي الامبلمنتيشن باستخدام ناند اونلي، ناند اونلي، فشو راح اسوي؟ ابدل كل جيت بالناند ايكوفالنت تبعها. فراح اجي احكي لو بدلت الاور بالانفرتد ناند راح تكون هيك شكلها. او لو جبت هون حطيت وهدول بدلتهم بناند وحطيت هون كمان انفرتر، هون حطيت كمان انفرتر بشكل اصل، بس هذا الانفرتر بيكنسل مع حاد، مضبوط؟ وبتصير عباره عن ايش؟ ناند اونلي. او ممكن اتخيلها بشكل اخر، انه هدول الببلز الموجودين على مدخل الناند الحمراء بقدر احركهم وبصيروا الاند جيتس، شو بصيروا؟ بصيروا ناند جيتس. فذيس از ذا سيم فانكشن اللي هو كان sum of product implemented باستخدام ايش؟ ناند اونلي. بلشت بثلاثة جيتس خلصت برضه بايش؟ ثلاثة جيتس. اذا بعتبر انه الناند جيت هي ستاند الون. طب لو نفس الفانكشن اللي هو sum of product شكله اخذته وسويت له implementation بنور، فراح اخذ نفس الفانكشن وابدل الاند بانفرتد نور، وابدل الاور بانفرتد بنور followed by انفرتر، بصير. او هو اللي عم يسوي الاجراء التالي، بدل الان بانفرتد نور، بعدين حرك الانفرترز، او مش حرك، حرك الانفرترز، بدل الانفرترز عفوا هدول بايش؟ بهدول،
وهاي الاور هي عباره عن نور فولد باي نوت. فلما قررت اني استخدم النور تو امبلمنت السم اوف برودكت زادت الكوست علي، صار بدي هاو ماني جيتس؟ 8 جيتس بدل 3 جيتس. فاذا مين المناسب كان عنده نور تو امبلمنت اللوجيك فانكشنز السم اوف برودكت؟ شو الشكل المناسب؟ سم اوف برودكت، شو الشكل المناسب للسم اوف برودكت؟ النان. واضح من المثال هذا ليه؟ لانك انت فعليا لو تبدل الاور بانفيرتد ناند، الانفيرترز الموجودين على مدخل الاور راح يتحركوا يروحوا على المخارج او الاوتبوتس تبعت الاند جيتس الموجوده في الليفل اللي قبل ويصيروا ايش؟ ناند. العكس تماما لو اخذت برودكت اوف سم، شو راح يكون المناسب له انه اسوي له امبلمنتيشن بالناند ولا بالنور؟ بالنور. فلو بدلت الاند هذه بانفيرتد نور وحركت الانفرترز، او سويت الاجراء الاخر انه بدلت هدول بنور فولود باي انفرتر، هذا راح يكنسل مع هذا، والانفرتر اللي هون راح يكنسل مع هون، سواء فكرت فيها بهي الطريقه او بهي الطريقه. فهدول الببلز راح يتحركوا، راح يصير في عندي نور اونلي امبلمنتيشن. انو اسهل، ابني السيركت بنوع واحد من الجيتس ولا بثلاثه انواع من الجيتس؟ اكيد نوع واحد، والكوست هون ما تغيرت كعدد جيتس. اذا بتطلع على النور جيت ك سنجل جيت ستاند الون جيت ما تغير عدد الجيت. هلا اذا بقرر اني هذا البرودكت اوف سم ابنيه باستخدام ناند اونلي، راح تصير المشكله تبين الكوست راح تزيد، لانه هدول الاور جيتس راح يصيروا انفرتد ناند، والاند جيت هذه راح ابدلها بناند فولود باي انفرتر، وكل بابل هون عباره عن ناند جيت، فصار عندي 8. فاذا البرودكت اوف سم بيناسبه النور، والسم اوف برودكت بيناسبه النان. طيب لو كان الاكسبريشن ميكست مالتي ليفل زي هذا، بقدر اجرب ناند، بقدر اجرب النور. فهون جرب انه يحوله لناند، فجرب حوله لناند، بعدين حرك الانفرترز بهذه الطريقه، فصارت الشكل السيركت بهذا الشكل، صارت نور ناند اونلي، كل الجيتس الموجوده هون ناند اونلي. بس صار بدي هون ايش؟ هذا يصير ايش؟ انفرتد. يعني بدي هون كمان ناند يدخل عليها مين؟ البي، مقارنة باللي موجود هون. 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، فالتين 5 جيت اذا ما بتطلع على مين؟ على هذا الانفرتد. هلا اذا بجرب اسويها نور راح ممكن تصير الكوست اكثر. فشو اللي بيحكم؟ بدي اجرب اشوف هاي اشوف. نفس الشيء اخر شيء مالتي ليفل نور implementation، يعني هذا الفانكشن هو مالتي ليفل، لاحظ 1 2 3، لا هو سم اوف برودكت ولا هو برودكت اوف سم، ات از نون ستاندرد. فراح سوى له implementation بالنور بهذا الشكل، حرك الانفرتر فصار شكله بهذا الشكل. فلاحظ كيف هون في كثير فاريبل صار لها انفرجن، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، عدد الجيتس مبدئيا زي ما هو، بس بدي اشوف برضه الانفرجنز. هون كان بدي انفرتر وانفرتر وانفرتر ثلاثه، هدول 1 2 3 مظبوط؟ بنفس الكوست راح يكون، هون بدي انفرت 3 انفرترز وهون 3 انفرترز. جرب في البيت سويها ب ناند اون ذا امبلمنتيشن وشوف شو بيطلع. هذا مثال من الواقع كالمعتاد 74LS00 فيها اربعه 2 انبوت ناند جيتس.